بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. برحب بكم أصدقائي في درس جديد من سلسلة تعليم القراءة والكتابة والإملاء، وهنشرح النهاردة مع بعض تدريبات على قراءة المقطع الساكن وتمكين قراءة السكون في الكلمات والجمل والانطلاق في القراءة بطريقة سهلة وبسيطة زي ما تعودنا دايما على قناتكم المعالي التعليمية. برحب بكم من جديد أصدقائي. اتعلمنا قبل كده عشان نقرأ أي كلمة بنقسم الكلمة إلى مقاطع صوتية ونقرأها أكتر من مرة، وكمان اتعلمنا عشان نقرأ الجمل كل كلمة جديدة بنقرأها بنقرأها مع الكلمة اللي قبليها ونقرأهم أكتر من مرة عشان نوصل الانطلاق في القراءة، وبنفس الطريقة مع باقي الجمل في القطعة اللي بنقرأها. نبدأ على طول أصدقائي ونشوف الطريقة تكون إزاي. الكلمة الأولى في الفقرة ذهب، حركة قصيرة وانتهى بسرعة، ذهب. الكلمة الثانية صديقي، اتعلمنا الكلمات الطويلة بنقسمها إلى جزئين أو ثلاث أجزاء. مرة ثانية صديقي، أسرع من كده صديقي. الكلمة الأولى والثانية مع بعض ذهب صديقي، ذهب صديقي. الكلمة الثالثة أحمدو، أحمدو، أسرع أحمدو. من الأول ذهب صديقي أحمدو، مرة ثانية ذهب صديقي أحمدو. الكلمة اللي بعدها إلى، إلى، ذهب صديقي أحمد إلى، مرة تانية ذهب صديقي أحمد إلى، بنكرر أكتر مرة عشان نوصل الانطلاق في القراءة. الكلمة اللي بعدها حديق، ده الجزء الأول، قتي ده الجزء الثاني، حديقتي بسرعة بقى حديقتي. من الأول ذهب صديقي أحمد إلى حديقتي، مرة تانية ذهب صديقي أحمد إلى حديقتي. الكلمة بعد كده بنقسمها لمقاطع صوتية، الحيواني، الحيواني، مرة تانية الحيواني. من الأول ذهب صديقي أحمد إلى حديقتي الحيواني، مرة تانية بسرعة ذهب صديقي أحمد إلى حديقة الحيواني. وإذا ما عرفناش نقرأ أي كلمة في الجملة بنبدأ نكرر الطريقة من جديد زي ما تعلمنا قبل كده. دي الجملة الأولى في الفقرة. طيب الجملة الثانية وعندنا، قسمنا الكلمة إلى مقاطع صوتية، نبدأ نشوف هنقسمها إلى جزئين إزاي. الجزء الأول وعن، والجزء الثاني دما، وعندما، نجمع الجزئين مع بعض، وعندما، أسرع وعندما. الكلمة الثانية في الجملة الثانية وصلا، وصلا، وصلا. الكلمة الأولى والثانية وعندما وصلا. الكلمة بعدها إلى، قرأناها قبل كده إلى. الكلمة بعد كده الحديقتي، الحديقتي، قسمناها إلى مقاطع صوتية، نبدأ نقسمها إلى جزئين، الحدي ده الجزء الأول، قتي ده الجزء الثاني، الحديقتي، أسرع الحديقتي. نبدأ نقرأ الجملة الأول وعندما وصل إلى الحديقة، نبدأ نقرأ الكلمة الجديدة جلس، جلس. من الأول وعندما وصل إلى الحديقة جلس. إحنا بنعمل كده ليه؟ عشان نوصل الانطلاق في القراءة. الكلمة بعد كده هنقسمها إلى مقاطع صوتية، يشاهدوا، نبدأ نقسمها لجزئين، يشاهدوا، يشاهدوا، أسرع يشاهدوا. من الأول وعندما وصل إلى الحديقة جلس يشاهد. هنا الجملة طويلة شوية، هنبدأ نقسمها إلى جزئين، يعني كمان الجملة الطويلة بنقسمها إلى جزئين. الكلمة بعد كده القرودي، القرودي، قسمناها إلى مقاطع صوتية، نبدأ نقسمها إلى أجزاء، القرودي، القرودي، أسرع من كده القرودي. نبدأ نقرأ كل الجملة من جديد، وعندما وصل إلى الحديقة جلس يشاهد القرودي. طيب هنا الجملة طويلة هنقسمها إلى أجزاء، هنبدأ من عند كلمة جلس، جلس يشاهد القرودي، مرة تانية جلس يشاهد القرودي. الكلمة بعد كده وهي، وهي. الكلمة بعدها تلعب،
تلعبوا بسرعة تلعبوا. نبدأ من عند كلمة جلس مرة تانية، جلس يشاهد القرود وهي تلعب. الكلمة بعديها أمام، أمام أسرع أمام. من أول كلمة جلس مرة تانية، جلس يشاهد القرود وهي تلعب أمام. الكلمة بعديها البركتي، البركتي. المقطع الأول ال، والمقطع الثاني بر، والمقطع الثالث ك، والمقطع اللي بعديه تي. هنقسم الكلمة جزئين، البر كاتي، البر كاتي. أسرع من كده، البر كاتي. نقرأه من جديد، جلس يشاهد القرود وهي تلعب أمام البر كاتي. وقلنا إذا نسينا أي كلمة بنكرر الطريقة من جديد. الجملة الثالثة في الفقرة، الكلمة الأولى فيها القا، القى. قسمنا الجزئين، نبدا نجمع الجزئين مع بعض، القى. الكلمه اللي بعديها اليهم، هنقسم الجزئين اليهم. اسرع من كده، اليهم. من الاول القى اليهم. الكلمه اللي بعديها بعض، بعض. من الاول القى اليهم بعض. الكلمه اللي بعديها الموزي، مره تانيه الموزي أسرع، الموزي. من الأول ألقى إليهم بعض الموزي، نكرر ألقى إليهم بعض الموزي، مرة تانية ألقى إليهم بعض الموزي. الجملة الجديدة، الجملة الرابعة في الفقرة، فارحتي، فارحتي. أسرع كده، فارحتي. الكلمة بعديها القرودي، قسمناها إلى مقاطع صوتية، نبدأ نقسمها لجزئين، القرود الجزء الأخير دي، القرودي أسرع، القرودي. من الأول فرحة القرودي. لاحظوا يا أصدقائي إن أنا ما نطقتش الألف اللي موجود في كلمة القرودي، ده بنسميه ألف الوصل، وما بيتنطقش في وسط الكلام، لكن بننطقه في أول الكلام. اسمع معايا مرة تانية، فرحة القرودي. التاء اتنطقت مع اللام على طول، والألف ما تنطقش. الكلمة بعد كده وأكلتي، وأكلتي. قسمنا الجزئين على طول، وأكلتي. الكلمة بعديها الموزة، الموزة أسرع، الموزة. من الأول فرحة القرود وأكلت الموزة. لاحظوا معايا مرة تانية إن الألف ما بتنطقش، وقلنا بنسميه ألف الوصل، ما بتنطقش في وسط الكلام. الجملة اللي بعد كده صديقي، صديقي. الكلمة بعديها أحمد، أحمد. من الأول صديقي أحمد. الكلمة بعديها يعرفوا، يعرفوا أسرع، يعرفوا. من الأول صديقي أحمد يعرفوا أسرع، صديقي أحمد يعرفوا. الكلمة بعديها حقوق، ده الجزء الأول، قا ده الجزء الثاني، حقوق أسرع، حقوق. من الأول صديقي أحمد يعرف حقوق. الكلمة بعد كده بنقسمها المقاطع الصوتية، الحيواناتي. نبدأ نقسم الجزئين، الحيوى ده الجزء الأول، ناتي ده الجزء الثاني. الحيواناتي، الحيواناتي. من الأول صديقي أحمد يعرف حقوق الحيواناتي. يبقى هنا قسمنا الجملة دي إلى جزئين، هناخد خمس كلمات مع بعض، وباقي الكلمات في الجملة بنعملها جزء ثاني عشان نسهل طريقة القراءة. الكلمة بعد كده ويعطفوا، هنقسم الجزئين، ويعطفوا، ويعطفوا. نكررهم أكتر مرة، ويعطفوا. هنبدأ هنا من عند كلمة ويعطفوا، هنعملها جملة تانية في نفس الجملة دي. الكلمة اللي بعديها عليها، هنا الكلمة مقسمة إلى ثلاث مقاطع صوتية، هنقسم بقى إلى جزئين، علي ده الجزء الأول، ها ده الجزء الثاني. عليها، مرة تانية بسرعة، عليها. من أول ويعطفوا، ويعطفوا عليها. الكلمة بعد كده ويحسنوا، قسمنا المقاطع الصوتية، نبدأ نقسم الجزئين، ويحسنوا، ويحسنوا أسرع، ويحسنوا. من أول ويعطفوا عليها ويحسنوا، ويعطفوا عليها ويحسنوا. الكلمة بعديها معاملتها، قسمناها إلى مقاطع صوتية، نبدأ نقسمها لجزئين،
معاملة تها معاملة ده الجزء الأول تها ده الجزء الثاني معاملة تها أسرع معاملة تها مرة تانية من الأول ويعطف عليها ويحسن معاملتها. الجملة الطويلة أصدقائي بنقسمها إلى أجزاء برضو عشان نسهل طريقة القراءة، وكمان مطلوب من المعلم أو المعلمة أو اللي بيعلم الطفل أو الطالب في البيت يفهم الطالب المقصود من الفقرة ومعنى الفقرة إيه. وهنا أكون وصلت معاكم نهاية حلقتنا النهاردة، بشكركم جدا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.